السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في وصفة جديدة، مرحبا بكم على القناة ديالي مها كويزين. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الحلوة اللي ديال زمان قديمة وهي بنينة بزاف وكتجي رائعة. جربوها وحكموا بنفسكم. غادي نحتاجو في المقادير تقريبا كيلو ديال الدقيق، وعلى حسب نوعية الدقيق أنا كنستعمل هاد الدقيق كنز. غادي نحتاجو 4 البيضات، 4 ديال الزبدة، نص كاس ديال السكر. هي هاد الحلوة كتكون فيها كاس ديال السكر، أنا غادي ندير غير نص كاس، وفيها 2 كيسان ديال الزيت، الجنجلان كاس ديال الجنجلان، وغادي نحتاجو 1/2 كاس ديال الزبيب اللي مقطع، والجنجلان اللي حمرناه شوية، 2 خمارات وشاسي ديال البان. وغادي نحتاجو 1/2 كاس ديال الزبيب اللي مقطع، والجنجلان اللي محمر، 2 خمارات وشاسي ديال الفاني، وقبصة ديال الملح. وغادي نحتاجو سكر كلاصي ممتاز سبيسيال باش غادي نفندو في هاد الحلوة، وهاد المرشم هذا، ولا تجيبو المرشم اللي بغيتو نتوما. غادي نجيبو السكر مع الزبدة سمحوا ليا، وغادي نخدموهم صافي. غادي نخدمو السكر مع الزبدة، تندوبو معها، نخلطو الزبدة مع السكر، عاد نضيفو الزيت. بعد ما ذوبنا الزبده مع السكر، غادي نضيفو دابا الزيت، ونضيفو البيض، نخلطوهم مزيان. تكوش على الحيط بعد كتش. ودابا غادي نضيفو البيض، غادي نخلطو البيض حتى هو مع هاد المكونات، وغادي نضيفو شاسي ديال الفاني. غادي نضيفو دابا الزبيب، الجنجلان اللي محمر، نقي ومحمر، ودابا غادي نضيف الدقيق شويه بشويه، على حسب الدقيق، على حسب النوعيه ديالو، كل دقيق واش كيشرب ولا ما كيشربش. صافي جمعت العجينه ديالي، راه ما داتش ليا كيلو، شوفوا باقي شويه تقريبا، باقي شي نشدو العجينه وغادي نكوروها واحد الكوره تقريبا بحال هكا، ما تكونش كبيره بزاف ولا صغيره. غادي ندير هاد الطابع شويه في السكر كلاصي باش ما تلصقش ليا صافي، وغادي نضغط عليها عادي، وغادي نحطوها في اللاطه بحال هكا حتى كطيب، عاد كنفندوها في السكر كلاصي. انا غادي نكمل هاد الكميه اللي عندي على هاد الشكل هذا، كنتمنى تعجبكم، ولا كليتوها بالصحه والراحه، وتردوا عليا في لي كومونتير كي جاتكم. انا غادي نكمل هاد الشيء اللي عندي، ونشوفها ان شاء الله في الشكل ديالها النهائي. وشكرا بزاف على المشاهده ديالكم، ما تنساوش ليا لي لايك ولي كومونتير، وخليتكم على خير، والسلام عليكم. وهذا هو الشكل ديال الحلوه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا الاخبار. غادي ندير معكم وحده نقسمها لكم من الداخل، شو كتجي، كتجي زوينه وكتجي هشيشه ورطبه وبنينه. كنتمنى تجربوها وتحكموا بنفسكم. خليتكم على خير، فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.